خش على الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. بس لو نصدق الأمثلة، لكن مين يفهم؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. حلقة النهاردة 889 من البرنامج، بيبدأها المهندس عدلي بالتساؤل. أستاذ إبراهيم، المشهد يعني إحنا كنا بنعيب ونقول اللي بيحصل على السوشيال ميديا مالناش عليه سيطرة، والناس تقول بتتكلم بدون مسؤولية بعض في كثير من الوقت وبدون معلومات في أوقات أخرى، ولكن ما تقدرش حاسب ناس قاعدة في البيوت بتقول رأيها. لكن لما يأتي الهرتلة والتجاوز والتلقيح الكلام وتناقض المواقف من إعلاميين ومن متحدثين ومن ناس مسؤولة، هو ده لسلك الدهشة. يعني في مثل كده باللغة العربية يقول لك: بعد الناس إذا جلسوا صامتين بين قوم ظنوهم جهلاء، فإذا ما تحدثوا تأكدوا من جهلهم. يعني يقول لك نقطنا بسكوتك بالبلدي. ويقول لك لسانك حصانك إن صنت صانك. إيه الحكمة والبلاغة دي؟ ليه؟ أرسطو قال له تكلم حتى أراك. ولسه جاي لك. وأرسطو بيقول لك تكلم حتى أراك. إذن الكلمة واللسان من المسؤول تختلف عن الرجل اللي ما عندوش معلومة ما عندوش حسابات. فأنا بندهش جدا من بعض الإطلالات الإعلامية اللي بتطلع. يعني انكشني في الحتة دي أن أسمع الكلام ونقيده في نفس الحلقة من ناس، من راجل مخضرم. يعني انكشني فيها بعدين عشان ما ضيعش وقت. طيب، النهاردة كان في مجلس إدارة مهم في النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، جلسة فيها كتير من الأمور المهمة. هنروح للنادي والزميل الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الإعلامي باسم مجلس إدارة النادي، نشوف أهم ما صدر عن المجلس من قرارات. كل التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. الاجتماع المهم المنعقد لمجلس إدارة النادي الأهلي في مقره التاريخي بالجزيرة بقيادة الكابتن محمود الخطيب استعرض العديد من الموضوعات، الحقيقة سنعرض لبعضها في هذه الدقائق. المجلس الحقيقة في بداية انعقاده حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على دعوة أعضاء مجلس الإدارة جميعا للوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله السيد العمري فاروق العمري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الذي رحل عن دنيانا بعد أزمة صحية عاصفة خلال الشهور الماضية. وثمن الكابتن محمود الخطيب الحقيقة جهود الفقيد الراحل الذي خلف فراغا كبيرا، ثمن جهوده وعطاءه اللامحدود للنادي الأهلي على مر سنوات طوال. وقرر المجلس دراسة الطريقة الكبيرة واللائقة لتكريم وتأبين الفقيد الراحل خلال الأيام المقبلة إن شاء الله، تقديرا لعطائه المخلص والكبير على مدار سنوات طوال. رحم الله الوزير العمري فاروق العمري نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وأسرة النادي الأهلي وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان إن شاء الله. الحقيقة أنه المجلس أيضا يعني استمع إلى شرح واف من المستشار الهندسي حول ملف الإنشاءات في كل فروع النادي الأهلي، ونخص بالذكر هنا فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، خصوصا أن مساحته كبيرة جدا ومترامية الأطراف وبها العديد من المنشآت، وبيشهد معدل إنجازات كبير جدا في عدد من المشروعات اللي بيتم تنفيذها في الشيخ زايد رغم الظروف الاقتصادية وتغير الأسعار من آن لآخر. كمان تم استعراض المخطط العام لربط المنشآت القائمة والقديمة بالمنشآت الحديثة. هناك حمام سباحة جديد، الشركة المنفذة للمشروع استلمت بالفعل الأرض وبدأت في عمليات الرفع المساحي والعمل على الفور.
بالإضافة إلى متابعة استلام الأجهزة المتأخرة الخاصة بصالة اللياقة البدنية الجيمينيزيوم أو الجيم. كان هناك صعوبة شوية في عملية استيراد الأجهزة أيضا بسبب بعض الحقيقة التأخر في توفير السيولة بالعملة الأجنبية لاستيراد هذه الأجهزة، لكن المجلس حريص الحقيقة على تدبير هذه الموارد والأموال لسرعة العمل على استيراد الأجهزة ودخول الجيم حيز العمل على طول، بالإضافة إلى متابعة معدل الإنجاز الكبير في مسجد النادي في الشيخ زايد على أن يعني يستقبل المصلين إن شاء الله بعد شهر أو يزيد قليلا في شهر رمضان المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. الحقيقة الطفرة الإنشائية اللي النادي الأهلي شاهدها في مقره الرئيسية وفي فروعه المختلفة هي طفرة بالتأكيد يشار ليها بالبنان، لكن الآن الشيخ زايد العمل فيه يسير بوتيرة متسارعة للانتهاء من كل المشروعات الموجودة في هذا المقر أو في هذا الفرع الكبير الحقيقة صاحب المساحة الكبيرة أيضا. عايز أقول لحضراتكم كمان أنه المجلس في ألعاب الصالات حريص على أنه يقدم أفضل الحقيقة البنية الأساسية لفرق النادي المختلفة لأداء مبارياته عليها وحتى التدريبات، علشان كده تم الحقيقة الموافقة على تجديد وتغيير أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل طبقا لأرقى المعايير العالمية وباستخدام المواد الحقيقة اللي متفق عليها دوليا في هذا المجال من أرقى الأنواع لتليق الصالة وأرضيتها بالنادي الأهلي وفرقه المختلفة في الألعاب الجماعية المختلفة سواء سلة أو طائرة أو يد أو غيره الحقيقة من البطولات اللي بتستضيفها صالة الأمير عبد الله الفيصل. أخيرا المجلس وفي إطار حرصه على تقديم كل الدعم والرعاية لأبناء النادي الأهلي في فرقه الرياضية المختلفة خصوصا المراحل السنية المبكرة، فقد قرر المجلس تقديم كافة الدعم وتحمل الأعباء المالية الخاصة بهذه الفرق في المراحل السنية المبكرة تشجيعا للمواهب الكبيرة اللي بتكون موجودة من الأعضاء الرياضيين في هذه الفرق. دي كانت مجموعة من الحقيقة ما استعرضه وما قرره مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 5 فبراير 2024 بمقر النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة ودامت مصر دائما في عزة ومنعة والأهلي في المقدمة. بداية لازم أشيد بالنموذج الراقي الذي يقدمه الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي فيما ينبغي أن يكون عليه المتحدث الرسمي، التزام كامل بدوره معبرا عن قرارات ما تسمعنالوش رأي شخصي في هذا الأمر. أي. لغة رصينة حتى يعني وهو يقرأ مش بيقرأ حاجة مكتوبة مسترسل يبقى راجل مصدق اللي بيقرأ. نمرة 2 أن يبدأ المجلس طبعا بالترحم والتدبر والتفكير في تكريم اسم المغفور له بإذن الله العمري فاروق، هذا أمر متوقع ونتوقع تأبين لائق بهذا الاسم الكبير والعطاء الغزير. مسألة بقى أنه في قرارين، ان يعني استكمال المنشآت المتأخرة او توسيع دائرة الخدمات في الشيخ زايد امر كنا ننتظره وينتظره اعضاء النادي، لان كل الفروع لقيت الدعم والاهتمام اخرها التجمع الذي اطلق وافتتح على اعلى مستوى. الشيخ زايد كان فيه عمل يجري وعمل سوف يحدث بيطمننا عليه، وأرض الشيخ زايد هي ضعف مساحة أكبر فرع في النادي الأهلي فإحنا نتوقع لأن في جزء مستقطع حوالي 30 فدان للإستاد والمنشآت الملحقة به.
الخبر الاخير اللي انا سمعته عجبني قوي، ان قرر مجلس الاداره تحمل اعباء رعايه المواهب. دلوقتي في السن الصغيره انت بتمارس وبتنتقي، فكره توسيع القاعده للممارسه مفهومه، لكن في مرحله العمليه الانتقائيه انت بقى عايز تاخد الناشئ الموهوب تنقله في برنامج رعايه مكلف. فان يتحملها النادي هذه مسؤوليه يدفعها النادي الاهلي عن طيب خاطر تقديرا لمواهب ابنائه، واعتقد خطوه مهمه جدا جدا سوف نجني ثمارها قريبا باذن الله ان شاء الله. الاهلي كان عبر كمجلس اداره عن تعازيه لنادي الزمالك في ومجلس ادارته برئاسه الكابتن حسين لبيب في وفاه المغفور لها باذن الله مريم احمد السيد لاعبه كره السله بنادي الزمالك تحت 14 سنه لوفاتها المنيه. دعينا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ويلهم اسرتها الصبر والسلوان. وخلص التعازي لنادي الزمالك ده في برقيه من الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي في هذه اللاعبه اللي توفيت اثر مرض الم بيها رحمها الله رحمة واسعة. وإحنا بدورنا كبرنامج بننضم إلى مجلس الإدارة في يعني الترحم عليها والدعاء لها بكل الرحمة والمغفرة، وبإذن الله تكون شفيعة لأهلها بإذن الله هذه الطفلة التي يعني وفاة منية قبل أن تجني أسرتها ثمار مشوارها. وكل التعازي لنادي الزمالك وربنا يرحمه. كمان كل التعازي لأسرة السباح مروان طارق. سباح كان في النادي الأهلي مواليد 2005 وكان انتقل من النادي ووفاته المنية. أيضا لأسرته خالص التعازي وله الدعاء بالرحمة بإذن الله تعالى. إيه ظروفه ده؟ أنا ما فوجئت بيه يعني. شاب صغير وكان سباح ويعني ربنا يرحم شبابنا. وأنا بس عايز أقول حاجة، لأن ظاهرة يعني ان الشباب بيدفع، معرفش ده تنطبق عليه الكلام ده ولا لا، بس انا عايز احذر من الشباب الذي يتردد على الجيم تحديدا من تناول اي مواد يعني مثيره بتعمل خلل او منشطه للعضلات او مثيره للطاقه، او لان ده نتائج وخيمه جدا. وشفنا كثيرا من الشباب بيدفع ثمن دي حياته. ربنا يرحم الجميع. انا مش بقول ان الحاله هنا تنطبق، لكن احنا بنوعي شبابنا برضو، ويجب ان تكون هناك حمله توعيه في هذه النقطه تحديدا. طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل اخبار مهمه. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده الاهلي في مباراه وديه فاز على سموحه 2-1، ودي مباراه مستر كولر كان حابب يجرب فيها كل العناصر اللي معاه، طبعا في غياب الدوليين وغياب بعض اللاعبين المصابين اللي بيتاهلوا. ففاز الاهلي 2-1، سجل الهدفين انطوني موديست. المباراه بدات، يمكن موديست سجل هدفين الاهلي وحسام حسن سجل هدف سموحه. بدأ الأهلي التشكيلة باشمهندس مصطفى شوبير، لعب أكرم توفيق يمين ورامي ربيع ومعتز محمد وعلي معلول شمال، والأول مرة بيلعب في نص الملعب عمرو السولية، معاه مصطفى أبو الخير ناشئ لأول مرة ومحمد مجدي قفشة. وعاد كمان للتشكيل بعد شفاء وبعد غياب طويل 3 شهور رضا سليم، ولعب حسين الشحات ولعب أنطوني موديست. موديست سجل الهدفين. مستر مارسيل كولر اطفى سريه تامه على المباراه، لدرجه انه رفض ان اي كاميرا تصورها او حتى عدسات المصورين الفوتوغراف يصوروها، لكن هو ده التشكيل. هو ده خلاص اسلوب مستر كولر انه يجي قبل الماتشات الحاسمه تدريباته، وخصوصا التكتيكيه ما بيصورهاش بما فيها الماتشات الوديه. لكن انا لفت نظري 3 حاجات. ايوه، انه لما حب يعمل ماتش ودي قبل شباب بلوزداد عمل ماتش ودي قوي. جاب فريق قوي زي سموحه، عمل معاه ماتش سموحه يلعب فول تيم ويتقدم في المباراه ويتعادل
الاهلي ويفوز عن طريق مودست. لكن التشكيل بتاع النادي الاهلي يلفت نظرك فيه حاجتين مهمين جدا. اولا معتز محمد موجود سيرد باك. سيرد باك ومصطفى ابو الخير لعيب واعد جدا نص ملعب. وقطعا في التغييرات اللي ما جات لناش يعني تفاصيلها هنشوف بقيه، لانه كان عمل عقد خمس سنين مع احمد عبدين برضه سيرد باك. اذا هو ينظر، واللعيبه دي كلها اللي موجوده معاه دلوقتي اتسجلت افريقيا، فهو بيجهزهم وبيثق فيهم وبيدوا لهم فرص. الملحوظه الثانيه بقى، وممكن تبقى الثالثه، رضا سليم انه نزل الملعب وابتدى الماتش والحمد لله كمله. الملحوظه الرابعه، ودي يعني لان للاسف الشديد ناس عماله يعني مش راضيه تغير موقفها وتقر بالواقع، يعني مودست جاب الجولين، مودست من ماتش الجونه ثم السوبر ثم الماتشات الوديه اللي في الامارات ثم هذه المباراه خمس اهداف، يسجل في كل مباراه ويصنع ويساهم في تحقيق بطوله، ولكن لازم يلقب بالصفقه الفاشله. وليه وليه وليه؟ وهنا انا ما بقول لما بيكون الاعلامي بخبره الكابتن مدحت شلبي في وجود ضيوف كبار كلهم نجوم تقال يعني، فيثير بسلبيه وما يشبه التهكم على التعاقد وخطا الاهلي في التعاقد مع مودست، حتى لو كان جاي صفقه حره بمبلغ كبير زي كده، حتى لو كان جاي لمده سنه. وفين المعايير وفين المعايير؟ يبقى وهو نفسه يقول لك ولو انه جاي من خلفيه فريق كبير وكان هداف، بس اصله بقى له مده مش جاهز وما لعبش، امر غريب. في نفس الحلقه هو اثار موضوع تعاقد الزمالك مع الكابتن عبد الله السعيد. مودست 35 سنه، كابتن عبد الله السعيد 39 سنه. فاراد انه يعلي الصفقه، لعيب محترم تاريخه كبير، هيدي ولا مش هيدي؟ لا يدي، يدي طبعا، لعيب زي كده يدي طبعا. وصح ان الزمالك يتعاقد معه، صح ان هو يروح الزمالك، محتاج صح انه يروح الزمالك، وصح ان الزمالك يتعاقد معه. طب ليه غلط ان الاهلي يتعاقد مع لعيب عنده 35 سنه فري ويعني وبروسيا دورتموند وبروسيا، وعلى الاقل كابتن عبد الله ما كانش فري، تكلفته لما تضيف على راتبه هتعدي مودست. يعني ليه الاختلاف النظره والمعايير؟ يا كابتن مدحت نفس الكلام في كل صفقه يعملها الاهلي يطلع يندهش ويقلب كفوفه. ليه الموقف اللي انت واخده ده؟ مع احترامي للجميع، الكل من حقه يقول رايه، بس احنا من حقنا برضو نقول بعض الحقائق. احنا لما بنقول خامس او رابع مباراه بخمس اهداف واسيست وبطوله، احنا ولسه ما انسجمش يعني، والله لسه أعلم. منتظر منه افضل. احنا بنقول ايه؟ والله اعلم. انت لهذا تعاقدت معاه، يمكن الفرقه فيه بتستفيد منه ازاي؟ يمكن هو جهز نفسه اكتر في الفتره اللي فاتت دي، يمكن ربنا ما كانش موفقه ووفقه، يمكن انسجم. ليه بتنكر عليه كل ده وتعطي هذا الحق لاخرين؟ هي المعيار، وحدوا المعيار، لان انت بتخلق انطباع عام الناس بتردده وراك. بس طيب، ده كان فيما يخص مباراه الاهلي مع سموحه. على فكره المباراه استعدادا لمباراه الاهلي مع شباب الوزداد اللي اتحدد لها يوم 16 الشهر ده في الجزائر في دوري ابطال افريقيا. لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي لاداره هذه المباراه اسندتها الى طاقم تحكيم من رواندا بقياده صموئيل اوكندا بعونه ديوداني موتيمانا مساعد اول وايريك موجيانا مساعد ثاني، وهيكون روبروسا فيديلي حكما رابعا. وانتم عارفين انه في دوري المجموعات ما فيش للاسف حكام فار. المباراه تم التاكيد على اقامتها الساعه 9 مساء يوم الجمعه 16 فبراير ان شاء الله في ملعب 5 يوليا في العاصمه الجزائر.
ده تجربة سموحة وهدفي الموديست. في مجموعة من الأخبار اللي طرأت النهاردة وامبارح مهم جدا ان احنا نشوف ما وراء الأخبار. بدايتنا الأهلي يتعاقد مع الزمفلي حارس مرمى الداخلية. الأهلي بيتعاقد معاه في اللحظات الأخيرة قبل ما ينتهي باب القيد غدا. امبارح الأهلي أعلن هذا رسميا يا باشمهندس. ده كان خبر مهم لكن مؤكد وراه تفاصيل كتيرة أنت أدرى بيها. ما احنا كنا يعني ألمحنا إن مش هنرمي الفوطة قبل ما وعلقنا على ليه الأول حارس دلوقتي؟ هو الحارس مسألة إنك أنت تجيب حارس هذا ليس له علاقة بمدى ثقتك في الموجودين. إنما له علاقة إنه أنت فقدت حارس كبير وعندك مكان يسمح بإنك تكسب حارس كنا نتمنى يعني يجي وقت القيد الافريقي لكن اضعف الايمان يجي لك في الدوري لان الحارس الثاني اللي هو حمزه نص الدوري الثاني هيبقى منشغل مع المنتخب الاولمبي في باريس فلو اصيب حد هتبقى عندك مشكله فانت تجيب حاولنا مع بسام وكان بسام من اول لحظه هو الاقرب والاختيار الاوقع انك انت تجيبه عشان يبقى موجود معاك. ما كانش في تعاون كافي منه. كل واحد عنده اسباب. يمكن القيادات الكبيره كانت متفهمه موقف النادي الاهلي لكن اصحاب القرار اللي هم في الملعب كانوا شايفين غير كده. طبعا كان في طلبات ما كانش ممكن حتى انك تسمعها مش تناقشها. يعني لو الرفض لسبب الاحتياج الفني احترم لكن المطالب بهذا الشكل ما نقدرش انما الطلبات لانها حدثت تليفونيا بيني وبين مسؤولين وبين امير وبين مسؤولين ما يصحش ان انا اطلع اتكلم فيها. لكن كان مستحيل الاهلي يوافق عليها. ما تسمعهاش. عمرك ما تتصور ان الاهلي يصل به الامر انه يقبل هذه المطالب الاملاءات يعني. المهم يعني ما حصلش. في نفس السياق السياسه والقرارات الحاسمه كما قال تشرشل هي فن الممكن. ايوه. وما لا يدرك كله لا يترك كله. ايوه. الممكن ساعتها ان احنا كنا نجيب حارس مهم وموهوب جدا انت قلت الزنفالي انا هقول الزنفولي ما اعرفش هو صلحها من فتره قال لك بلال علام قال لك انا سالته فقال الزنفالي انا الناس تقولها بقى زي ما تقول مش هو ده هيبقى خلافنا يعني لكن هو موجود وموجود علشان يبقى اربع حراس كما ينبغي لاي فريق كبير بيخوض مجموعه من البطولات مساله ثقتك في لعيبتك هي عايزه مناقشه يا استاذ ابراهيم لما كابتن الشناوي جاله شد قبل ماتش الوداد وماتش الوداد هو ماتش نوك اوت خروج مش ماتش مجموعه وبعدين جه الجهاز الطبي قبل الماتش ب 24 ساعه قال لكولر ممكن يلعب المباراه كولر كان قراره ايه لا مصطفى شوبير يلعب المباراه دي ده معناه ايه أنك ترى ونحن معك أن مصطفى شوبير بعد الشناوي على الساحة واحد من أهم الحراس الموجودة في مصر. أيوه. فالثقة ما لهاش علاقة بهذا الأمر ولكن زي ما بيقولوا إيه التحسب لأسوأ الظروف لازم يبقى معاك حارس رابع كويس وموهوب. الزنفلي هقولها المرة دي زنفلي بقى عشان إيه نبقى قلنا كل الاحتمالات. كان القرار التعاقد معاه ست شهور كان في نفس الاتجاه امير شغال انه يبقى زنفلي وزنفلي من الاول الداخليه ابدت المرونات وال كان في وابدت الموافقات
وطبعا اللاعب مرحب، نتمنى له التوفيق. والناس لو تتذكر اداؤه هتلاقي ان لا حارس مرمى امكانياته كويسه جدا. انت عندك دلوقتي اربع حراس كويسين تواجه اي مخاطر. حراسنا اثبتوا الجدارة. كابتن شوبير خلاص عدى مرحله التقييم باذن الله، مصطفى حمزه نفس الشيء من خلال المنتخب الاولمبي يختار افضل حارس في المنافسات الافريقيه ورجل المباراه في اكثر من مباراه. و مصطفى مخلوف كمان، مصطفى مخلوف ده مخلوف هو لاعب موهوب قعدنا 3 سنين عشان نجيبه من نادي الترسانه. رشاقه وقوام وموهبه وشخصيه وهادئ جدا، وهو بحسابات المستقبل باذن الله يكون له شان كبير في حراسه المرمى. والان الزنفالي فانت بيدعم يبقى باذن الله. لا طب ليه 6 اشهر؟ هو 6 اشهر بنيه الشراء. الشراء. كل الارقام اللي بتتقال دي كلام مش مظبوطه. مش مظبوطه. لا طبعا اقل من كده محسوبه، لانه كان عنده شرط في عقده. كان في تعاون كويس من الداخليه. جدا جدا. ووكيله كان راجل برضه معقول. كل الظروف كانت بتقول ان الصفقه السلسه دي ربنا بيبارك فيها. وباذن الله يعني. وانا يعني عايز اقول للناس نهدى بقى، مش كل قرار للاداره يخضع للديبيت والتقييم. انت بتقيم اداره واخده الافضل على الساحه الدوليه في والاقليميه ومن حيث النتائج على الساحه الاقليميه والمحليه. يعني مش معقوله الناس تفضل بقامتها الكبيره دي من اول الكابتن الخطيب محل تقييم. ايضا ولو انك انت هستناك كنت عايز اتكلم على موضوع هتستناني لانه واحنا بنتكلم على الزنفالي المهندس عدلي افاض في شرح اجواء التعاقد وكواليس العلاقه واللي تم فيها، لكن مؤكد ان الراي الفني هنا مهم. نشوف الكابتن احمد ناجي المدير الفني لمدربي حراس المرمى في النادي رايه في الزنفالي ايه؟ موضوع حراسه مرمى النادي الاهلي بخير الحمد لله، ما فيش اي مشاكل ان شاء الله. فبس اللي انا اقدر اقوله في الموضوع ده ان النادي الاهلي بيحسب حساباته كويس جدا وما بياخدش اي قرار غير لما يكون درسه بشكل جيد جدا. لانه النادي الاهلي زي ما قلت لك طول عمرنا في كل المراحل وفي كل الاوقات دايما الاهلي بيفكر بره الصندوق، ودايما النادي الاهلي بيفكر بحسابات. ومجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وكل المجلس بيفكروا في مصلحه النادي، وكلنا بنفكر في مصلحه النادي. وهو ده اللي حصل، وان شاء الله باذن الله يبقى فيه توفيق، وباذن الله المرحله الجايه يرجع الشناوي سليم معافي، وان شاء الله يبقى ما فيش مشكله خالص في حراسه المرمى. راح يركز الزنفولي حارس جيد جدا، يعني احسن حارس في الموسم دوت، واتمنى له التوفيق ان شاء الله. الافضل كان ابو جبل ولا علي لطفي للنادي الاهلي في هذه المرحله؟ بس الافضل اللي هو اللي عمله النادي الاهلي. اللي عمله النادي الاهلي ده هو الافضل. هم يعني زي ما قلت لك القرارات بتتاخد بتروي جدا وبدراسه، فالنادي الاهلي شاف طبعا في جهاز فني بيبقى مسؤول بيبقى ليه راي طبعا، والكابتن محمود طول عمره بيدي صلاحيات كامله للجهاز الفني. فاكيد ده اللي حصل، وده يعني القرار اللي اتاخد، وده في صالح النادي وفي صالح الفرق. عجبني جدا جدا اجابه الكابتن احمد ناجي على السؤال التقليدي اللي هو دايما في مقارنه مين الافضل بين الاشخاص باستمرار، مع ان في كواليس مش ضروري كل الناس تتكلم فيها يعني، ولازم يحترم قرار اي نادي لانه القرار بيبقى المعطيات عنده هو، عنده هو عنده الدراسه وعنده الاهداف بتاعه اي قرار. بالظبط. فالرد كان هايل جدا، الافضل اللي عمله النادي الاهلي لان محدش درس بعمق وقاس الظروف والاحتمالات المستقبليه والمناخ العام بتاع فرقته وراي الجهاز الفني وراي حسابات كتيره جدا، وانت بتدخل لعيبه على فرقه. فالافضل اللي عمله النادي الاهلي وانا موافقه تمام. طيب الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى الاهلي السابق والمقاولين الحالي رايه كمان في الزنفالي فنيا، نشوفه. شايف تعاقد الزنفولي مع النادي الاهلي او النادي الاهلي تعاقده مع الزنفولي شايفه ازاي من وجهه نظرك؟
هو طبعا يا كابتن احمد انت عارف انا يعني كان ليا انا قلت الكلام ده اول ما اصابه الشناوي ان النادي الاهلي محتاج حارس مرمى وهنا محتاج حارس مرمى مالهاش علاقه تماما بانه يلعب اساسي او يبقى احتياطي او كده لا مظبوط مظبوط طبعا مصطفى شوبير ولعب جول كويس ولعب ولعب نهائي افريقيا وقدم مستوى رائع صحيح في اكثر من مره يعني في نهايه الدوري كان بيلعب ماتشات كتير فطبعا فرصته يعني سبحان الله هي كره كده يعني هيجي له فرصه يلعب ويلعب بقى عدد ماتشات كافي جدا جدا ان انت تقدر بقى تقيمه سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي انما عشان يبقى لوحده هتبقى صعبه الدنيا صعبه شويه فمحتاج يبقى موجود حارس مرمى انا اللي جبت الزنفولي وانا كنت موجود في البنك الاهلي مع كابتن يوسف محمد يوسف من سنتين ونص او ثلاثه تمام واول سنه في البنك الاهلي يا كابتن احمد الولد قدم مستوى كويس جدا والفرقه قعدت في الدوري طبعا اول سنه للبنك الاهلي برضه عشان تقعد في الدوري دي كانت ما كانتش سهله كانت صعبه صحيح جدا صحيح وثاني موسم يا كابتن احمد لعب الموسم بالكامل والنادي البنك الاهلي خد سادس والزنفولي طبعا والزنفولي قدم مستوى كويس جدا في السنه دي بدا السنه دي بالداخليه راح الداخليه ولعب 11 مباراه من 11 مباراه وعمل كلين شيت في 5 مباريات في الجوله الاولى من الدوري انا يعني حتى كنت انا بحلل الدوري مع كابتن سيف واديته افضل حارس في الجوله الاولى مظبوط كان مميز جدا لما كسبوا ام 1-0 وقدم مستوى كويس قوي مظبوط وكمان هو لعب في الاتحاد لعب ضد الترجي في البطوله العربيه ايوه يعني الولد عنده معدي 100 مباراه محليه صحيح شايفه مقاوماته بقى البدنيه والجسمانيه والفنيه لا حارس انا شايفه حارس هيبقى في منافسه طبعا مع مصطفى وفي النهايه هي كره كده طب جبنا لكم راي كابتن احمد ناجي وده كابتن راي الكابتن طارق سليمان اللي هو قالك تقريبا هو اللي اكتشفه وجابه ويثني على قدراته عايزين نقفل الملف ده لو اذنت لي يا استاذ ابراهيم مش عايزين لا نعلي ولا نتهاون ولا نعمل توقعات ده اصبح لاعب يتنافس مع الحراس اللي موجود على اداء واجبه ومش متنافس يطلع الاول ولا الثاني تجاه لان مساله ما تخصهمش تخص فرقه الاهلي ومصلحتها والمدرب احنا يجي يأدي اللي عليه بطريقه النادي الاهلي بسلوكيات النادي الاهلي بانضباط النادي الاهلي ودي احد الحاجات اللي كنا بنسال فيها قوي قوي سماته وسلوكه سماته يعني هيعمل ايه؟ هيبقى في وجع دماغ انت جاي 6 اشهر بنيه البيع بس هنضيعهم بقى في نقول لك مين النادي الاهلي واعمل ما تعملش لا بيدك المساله لازم تبقى فاهم ان اللي يجي لك يبقى هيخش في المنظومه واعتقد ان الامور يعني بطريقه الاهلي دايما بتتساء كده الضوء في حته والقرار في حته ثانيه. ده كان كلام مهم جدا للاعب مهم ايضا، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل ما وراء اخبار اخرى. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. كمان من الاخبار المهمه اللي لازم نشوف ما وراءها من تفاصيل وكواليس مدير جديد للتعاقدات في الاهلي. ايه تفاصيله وايه اسبابه وايه علاقته ما اعلن عن تعيين مروان النايب مديرا للتعاقدات في النادي الاهلي امير توفيق ادى مهمه كبيره موقفه ايه وموقعه ايه لا يفتى رئيس الشركه نفسه في المدينه باشمهندس ايه حقيقه الكلام ده وتفاصيله ايه طيب انت قلت يعني خبر مهم يهم الناس ويهمني اشرح للناس طريقه اتخاذ الخبر في النادي الاهلي او القرار ايوه طريقه اتخاذ القرار ايوه لان للاسف الشديد الناس تداولت الخبر من اول عنوان كده يقول لك ايه رحيل امير توفيق مفيش حاجه اسمها رحيل امير توفيق لان من دي 1 او من اليوم الاول اولا اداره التعاقد يعني امير توفيق جاء مع مجموعه التسويق ومجموعة السكاوتينج أنشأناها في شركة الأهلي وأمير توفيق كان مرشح لمنصبين المدير التنفيذي ولكن ما كانش فيه مدير تعاقدات فقلنا نبدأ
لحد ما ياخد خبرة المدير التنفيذي اللي هو منصب أكبر، إنه مدير تعاقدات قائم بأعمال للمدير التنفيذي مش العكس. خليه في مهمته الأساسية مركز فيها وقائم بأعمال. فترة ما يقترب الآن من 8-9 شهور أوضحت تماما إنه بقى على دراية كاملة إن الشركة وتكوينها وعلاقاته ومسؤولياته تجاه إدارة هذه الشركة. اتبلور عندنا إنه لا يقدر يشيل كمدير تنفيذي. أصبح التكليف الثاني آن الأوان، ما تعرفش لا يمكن تستمر ولا إحنا نستمر بهذه الإزدواجية. لازم يبقى في مدير تعاقدات. وأنت محتاجه مدير للشركة. طالما إن سيادتك قررت وإحنا قررنا احتاجناك في المدير التنفيذي. عايز تبقى مدير تعاقدات ولا مدير الشركة؟ قال لا، أنا عايز أكون مدير الشركة علشان كويس. كل إنسان بياخد خطوة فوق. كويس. خاصة إن هو مدير الشركة، هو مسؤول عن جميع الإدارات. دي اللي لازم توضح، يعني إدارة التعاقدات جزء من الشركة. الهيكل كده. المدير التنفيذي تحتيه السكاوتنج، تحتيه التجاري، تحتيه التعاقدات، تحتيه أي إدارة أخرى، الاستكشافات. يعني 4-5 إدارات هو الهيد بتاعها، من ضمنها إدارة التعاقدات. فأنت خلاص أمير، قعدنا نفكر مين 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 لحد ربنا ما عطرنا عن طريق أحد أعضاء مجلس الإدارة. قال هو لازم يكون لعيب كرة؟ قلت له بالعكس، هذه مسؤولية مش فنية في المقام الأول. المسؤولية الفنية عند السكاوتينج وعند القرار بتاع إدارة النادي والجهاز الفني، بيقولوا لنا تعاقدوا مع ده. دي مسؤولية تفاوضية إجرائية فيها لباقة وفيها لغات وفيها مهارات خاصة، وفيها بني آدم مارس بعض المواقع وشاف الكلام ده قدامه وتعامل مع النجوم مش هينبهر بيهم. وفيها لازم يكون شخص منضبط يسمع الكلام ويفهم ان مكانه ده سلاحه الاول والتاني والتالت والخامس اللي مهوش فصال، السرية المطلقة. فاللي بيهرول للنجومية مش هينفعنا، لازم يتظبط. اللي بيسرب مش هينفعنا، اللي بيبتدي يبقى تحت باط وكيل او تحت باط اعلامي او تحت باط سوشيالجي مش هينفعنا. حتى لو تهاجم، اللي دافع عنك شغلك والناس المسؤوله عنك. وطالما ان احنا ارتضينا ان ناخذ مسؤوليه امام ضمائرنا، ان اللي دافع عن العاملين ويحاسبهم، يعني اللي دافع عنهم والمقصر يحاسب، المسؤولين عنك، الامانه تقتضي ان اللي بيتعرض له أمير في كثير من الأحيان كان في ظلم له. أيوه. هو ما عندوش قرار فني. أيوه. هو حتى أنت أحيانا صعوبات الشغلانة. الشغلانة في إيه؟ إنك بتتعامل مع مجموعة من الأطراف، لاعب وناديين، يبدأ بالنادي بتاعك، أجهزة فنية بترشح، في النص في مجموعة من الوكلاء قد يساعدوك قد يفسدوا الامر كثيرا. يعني في وسام الوكيل ساعد، في سوزه الوكيل مغالاته ورجوعه في كلامه اكثر من مره كان عائق. الـ الـ النادي اللي قدامك الى اي مدى هو هيتعاون معاك في الصفقه، اللاعب ورغبته، ودي لازم تبقى فيها جزء معرفي. وهنا بالنادي الاهلي وهنا يأتي دور مهارة المفاوض وإلمامه بالمكان. لما قعدنا مع احنا قعدنا مع مجموعة كبيرة جدا من المرشحين لهذا المنصب. ده بني آدم من أسرة يعني اللي هو مروان النايب. مروان النايب شاب وعنده البيزنس بتاع الأسرة، هو عمود فقري فيه. أهلاوي جدا جدا جدا. حلو. أول سؤال، أنت عندك شغلك هتسيبه وتيجي النادي الأهلي؟ قال لي أنا بشتغل عشان أبقى بشتغل. النادي الأهلي والرياضة بشكل عام ده حلمي،
بدليل ان انا اشتغلت مدير كوره واشتغلت مدير تسويق في اكتر من نادي تحت واشتغلت عشان اخد خبرات كويس ودخلت قعدت في فرنسا في انجلترا اكتر من سنه ادرس واخد تجارب وامارس دور الـ 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 يعني تكريس الخبرات في التسويق والتفاوض والتعاقد. اكتشفنا انه شخص يمكن ان تثق فيه على كل المراحل اللي بقولها وانه حابب جدا جدا كاهلاوي هو واسرته جدا 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 انه يتفرغ. قلت له هتشتغل بتفرغ مش هنسمح ان يكون لك اي بيزنس. وافق. وافق. طيب انا اختبرته وكان في وجود احمد حسام انطباع واحد، امير نفس الكلام انطباع عايل جدا، كان خالد مش موجود، عبد القادر. خالد اكثرنا صعوبه في الانترفيو. مدقق. لا مدقق في مجال انا ما بقدرش ان انا اخشه. اليات العمل الحديث. المامك بيها ايه؟ الاي تي بتاعه. زائد ان هو راجل كان مدير عام شركه زي مايكروسوفت. خبير وعنده كتن. شركته الخاصه واستقال. عارف يعني ايه اما يجي يعين حد عايز منه ايه؟ يا خالد باشا لوحدك بقى ما تتاثرش بارائنا قول لنا. قال كويس تماما. فتم تعيينه وصعدنا امير الى منصب المدير التنفيذي. فما فيش رحيل. ده بالعكس ده ترقيه كويسه. برغبه امير يعني احنا كنا ممكن نفكر بطريقه ثانيه. الامير قال خليني في التعاقدات كنا هندور على مدير تنفيذي. لكن اما وان الراجل ده خد خبرات المدير التنفيذي وعنده بقى خبرات التسويق مع القطاع التجاري وعنده خبرات التفاوض والتعاقد هيبقى هو ما يشرف على الادارات دي هيعرف يتعامل معاها. واحنا كلنا ما عندناش حاجه اسمها اداره عليا وبتاع. احنا متاحين على مدى الساعه للي عايزنا في اي حاجه. وبنتعاون كلنا كل واحد اللي يقدر عليه. فعايزين برضو من غير اضواء كثيره لان هو مش هيطلع في الاعلام مش مسموح له. أنا بقول له أهو مش مسموح له يطلع في الإعلام. مش مسموح له لا هو ولا أي حد في الشركة. مش مسموح له أي تصريحات إلا بإذن. مش مسموح له أي استضافات إلا إذا اقتضت الظروف بتكليف أو بإذن. نشتغل بقى بطريقة الأهلي اللي هي اتعودنا عليها الصمت وإنك الناس تلاقي شغلك بيترجم قدامها. وأنت خلينا في آخر مثلا الزنفول. امير كان بيخلص واحنا بنتكلم اللي يخلص قبل التاني كان هيبقى كويس. بس مش بننافس بعض. احنا بنساند بعض. احنا عايزين كلنا ننجح. لكن الموضوع هي اداره شركه الاهلي لكره القدم. امير موجود فيها بصفته مدير تعاقدات قائم باعمال المدير التنفيذي. فالنادي الاهلي لم يطح باحد ولم يطلب مننا ان نطيح باحد. لان احنا خدنا من الموجودين اللي كانوا موجودين فيهم ناس كانت موجوده مع ايام الاستاذ ياسين منصور وناس كانت موجوده في اداره الاهلي العليا في الادارات التنفيذيه في الاهلي. جمعنا اللي نقدر يكونوا جهازنا واضفنا اليها بقى زي يعني كان عندنا بنت اسمها مريان ماسكه الاداره التجاريه راحت الاتحاد الافريقي. جبنا بنت هايله والشغل في القناه في الـ في الـ في الـ في الشركه ماشي وجبنا رعايات وعملنا حاجات وربنا سهل. احنا باذن الله يعني بناخد بالاسباب. والشباب اللي موجود عندنا شباب في اداره السكاوتنج اعلى درجه من الكفاءه يعني. فربنا يسهل الناس كلها. بس اللي يخلص للاهلي عمره ما هيندم. جزء من الشغل بتاع الشركه اللي انتوا نفذتوه قيد الولدين اللي من غانا كانت نتيجه تجربه طبعا اداره السكاوتنج وهاني رمزي. كابتن هاني رمزي راحوا وشافوا على الطبيعه ورجولنا بناس. كان فيهم ولد
يعني باك ليفت كان كويس. في شويه مشاكل كده اذا اتعالجت كان بيها ما اتعالجتش في مرشحين تانيين اقوياء في بلاد تانيه هنجيبهم. طيب تم قيد صامويل اوبونونج ده لاعب في نادي ام اس كي زيلينيا، ورندوف ادم سرباه لاعب نادي شيتا، تم قيدهم في قائمه الاهلي المحليه تحت السن لمده 4 مواسم ونصف بعد التعاقد، وده في ظل استراتيجيه النادي للتنقيب عن المواهب الافريقيه، وزي ما انت شرط بعد تجربه الكابتن هاني رمزي في غانا. من دلوقتي بقول اهو انت دايما بتعمل اللي بيسموه الابجريد او التطوير. اذا وجدت ناس في اي مرحله سنيه اعلى من اللي عندك هتفكر تتغير، ازاي تجيب وتغير وتعير وتعمل، والتنافس هو دائما لصالح النادي الاهلي. احنا عندنا 3 تحت السن، كريستو اعتقد كل الناس مقتنعه بيه، والولدين دول باذن الله يكون فيهم حد باذن الله فرود وسردباك الاثنين. طيب المساله ديت مستمره بعد كده؟ مستمره على طول. يعني السكاوتنج ممكن يشتغل على الداخل في البحث؟ هو بدايته لازم يكون الداخل، وهيدعم بافراد عشان يبقى في ناس متفرغه هنا وناس متفرغه هنا. والداخل بمعناه الحقيقي داخل جوه داخل النادي الاهلي او داخل مصر. اها. يعني مختصين يشوفوا عناصر ويعملوا لها كل الاحصائيات. ولازم نتطور نبقى عندنا اليات ازاي تسوق لعيبتك بقى المرحله الجايه بره. بره. لا يا استاذ ابراهيم، اذا ما عملناش كده يبقى ما عملناش حاجه. طيب ده كلام مهم جدا. اعتقد اطمنتوا على ليه مدير جديد للتعاقدات في الاهلي، وموقف الكابتن امير توفيق المدير التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم، والاليات الحديثه اللي شغاله بها الشركه نحو تطوير كره القدم في النادي وزياده فعاليتها ان شاء الله ونجاحها، وكله بهدف اسعاد جمهور الاهلي. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام تاني واخبار نشوف وراها ايه بالظبط. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب بعد الخروج المزري للمنتخب من كأس الأمم الأفريقية، وبعد الضجة الكبيرة اللي أثيرت، وبعد كل الاتهام أو الاستقرار على عدم جدوى وصلاحية روي فيتوريا في الاستمرار، اتحاد الكرة قرر إقالة روي فيتوريا وهيتحمل الشرط الجزائي وبيتفاوض مع المحامي بتاعه. لكن ضمن هذه الأخبار اللي صدرت أو القرارات اللي صدرت عن مجلس إدارة اتحاد الكرة امبارح، كان تعيين الكابتن علاء نبيل مدير الفني لاتحاد الكوره. وده الحقيقه الموقع او المنصب او المهمه المفقوده لفتره طويله جدا في اتحاد الكوره، من لو تفتكروا ايام ما الكابتن جوهري عليه رحمه الله لما حطوه وحاولوا معاه كتير انه يصلح ويعمل. لكن من المفارقه انه الكابتن الجوهري الياور بتاعه بعديها كان الكابتن علاء نبيل، فالياور بتاع الجنرال اشتغل معاه في اتحاد في المنتخب الوطني وسافر معاه للاردن لغايه ايامه الاخيره الكابتن الجوهري. فتشاء الاقدار ان الكابتن علاء نبيل يعود ليجلس على الكرسي اللي جلس عليه الجنرال محمود الجوهري. كابتن الجوهري يا باشمهندس كان عنده احلام كتيره وطموحات من هذا الموقع، موقع المدير الفني للاتحاد، وازاي هيتطور ويغير. علاء نبيل جاي من تجربه كبيره في رعايه قطاع الناشئين سواء في المقاولين او حاليا في زد، حتى صدر القرار بالامس. مطلوب منه ايه في وجهه نظرك كمدير فني لاتحاد الكوره؟ لو تعالى دعنا نناقش قيمه هذا القرار. في قيمه ايجابيه واضحه انك انت مش ممكن كاتحاد محترم تمشي من غير مدير فني للاتحاد. بس عشان اقدر اقيم هذا الترشيح لازم يحصل حاجتين. ايه دور المدير الفني والمطلوب منه في الاتحادات؟ ايوه بشكل عام. ايوه ما احنا مش هنالف. اي مدير فني في اي اتحاد بيحترم نفسه دوره ايه؟ عنده جوب ديسكريبشن. الجوب ديسكريبشن ده هو اللي بيشاور على الشخص اللي يتولى المسؤوليه. انت عايز منه ايه؟ انا مش عارف هو يملك هذا الكلام ولا ما يملكوش لانه ما اشتغلش. طيب ما تيجي نساله. كابتن علاء نبيل مساء الخير والف مبروك، مبروك للكره المصريه الحقيقه وبالتوفيق ان شاء الله. تحياتي وتحيات المهندس عادل. بس انت قاطعتني قد يبدو
ان انا معترض عليه. انا بقول مصوغات الاختيار. انك انت عايز منه ايه؟ كان لازم تبدا بدي وتنتهي بالتكليفات عشان يعرف بالظبط يقبلها، ولما يقبلها تتحاسب عليها يا كابتن علاء. طبعا ازيك يا استاذ ابراهيم؟ ازيك يا كابتن؟ طبعا انت حضرتك بتتكلم صح. يعني انت عارف انت لو لا تم اختيارك مدرب عام واضحه بالنسبه لي، مدير فني واضحه، عايزك تفهمني ما هو المطلوب منك وانت قبلت المهمه دي عشان تعمل ايه؟ هو طبعا حضرتك انا لسه هقعد مع مجلس اداره بكره او بعد ان شاء الله زي ما حضرتك تفضلت، هنحط خطه العمل اللي احنا هنشتغل عليها ونشوف ايه الاختصاصات وايه الاهداف اللي احنا شغالين عليها. انا اهتمامي الكبير بقاعده الناشئين اللي موجوده في مصر اللي احنا لم نستغلها الاستغلال الصح، لان احنا عندنا مواهب على مستوى عالي قوي، لكن للاسف كل حاجه فيها لازم تبقى للاحسن. لدينا شفنا الدول الافريقيه كلها تبعتنا بسبب اللي هم اهتموا بالحته دي، والنهارده عندهم لعيبه في صغار السن محترفين بره، عاملين منتخبات بيلعبوا في بلادهم منتخب كويس بيعمل نتائج كويسه. فهي ده اللي في دماغي. طب تعالى نلخص واحده واحده. اذا دراسه اداره قطاع الناشئين والمسابقات بتاعته بما يتيح اكتشاف المواهب وصقلها وتصديرها بلوائح بقوانين بنظام مسابقه بما يلزمها من بنيه قانونيه واداريه. تمام. اقلب غيره. تمام. الحاجه الثانيه ان المدربين بتوع الاجهزه الفنيه تمام هنشوف في منتخبات لسه ما اتعملتش ايه البرامج بتاعتها. تعالى قول لي انت خدت مين ما خدتش مين، تمرينك فين، البرنامج بتاعك فين، ماتشاتك الوديه هتعمل فيها ايه، تعالى نعمل نحط المسابقات، هيبقى في رقابه، هحضر تمارين، هحضر ماتشات، بحيث ان الموضوع مش بسيط، يعني الموضوع هياخد وقت غير طبيعي. تمام. بالنسبه للحته اللي تحت انا بمثلها بنسبه 60 او 70% من منظومه كره القدم. يعني انت بتتكلم في منتخب اول، بتنتخب في دوري عام مع الرابطه المنتخب الاول. تمام. ان شاء الله هنقعد نتكلم في اختيار المدير الفني في الاول ان شاء الله. لا اختيار بس الاول، اختيار مدربي القطاعات الناشئين. اول مدرب هتحط مسطره او كريتيريا على اساس تبقى واضحه لما تبقى اخترت ده اخترته ليه وقارنته بمين ووصلت لفلان ده ازاي، ما نفاجئش ان بواحد بقى هي كده. احنا شغالين بطريقه هي كده بقى لنا مده. والشخص المناسب في المرحله الثانيه المناسبه ولا لا؟ ما هي مشكله اللي بيبقى فيه مدربين لكن ما اشتغلوش في المرحله السنيه دي فبيحصل دروب كبير. جميل جميل. طيب وبعدين زي ما انا بهتم باللاعب استاذ ابراهيم وكابتن عدي، لابد من ان احنا نقول لازم برضه المدربين يبقى ليهم دور. يعني النهارده قلبي بيتقطع لما بنقعد نقول اصل ما فيش حد يمسك منتخب مصر، بقى مصر اللي كانت عندها مدربين يعني في الدول العربيه كلها، النهارده بندور على مين يمسك منتخب مصر. يعني كلمه قويه جدا. ده كلام مهم جدا، ده كلام مهم لانه الكادر ده مهم قوي ومهم. اذا انت ترى ان في قصور في اعداد المدربين بالشكل اللي يقدمهم؟ طبعا طبعا. طبعا لابد من المدرب ده. مفيش حاجه اسمها ياخد دوره اسبوع 10 ايام ويبقى كده معاه الشهاده. انا ممكن اجيب لك 300 شهاده. انا عايز يطلع في مدارس مختلفه يعيش ويجرب ويشوف ويبقى فيه اهتمام كبير جدا والاتحاد يبقى. طب النسق الشخصي بتاع المدرب نفسه مش هيجد منكم رعايه ان هو يبقى وقفته قدام فرقته ازاي وتعامله في الاحداث والاداره المباريات والازمات ازاي؟ كله 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 كله. انا النهارده بقى يعني انا قعدت في المانيا 6 شهور يا كابتن عادل، قعدت اتعلمت من اي تو زد ازاي اسخن. يعني اقول لحضرتك ايه، كان في مثلا قعدنا شهر ازاي ايه مرحلات مراحل التسخين بتعمل ايه ثم ايه ثم ايه وده ليه وده ليه وده ليه. انت النهارده تبص على الفرقه كلها كله بيسخن نمط واحد، كله بيسخن نمط واحد. تمام. تلاقي مدرب بيسخن الفريق الاول ده اللي بيدرب على ده اللي بيسخن فرقه عندها 10 سنين و11 سنه، ما دي كارثه.
فدي كارثه. المدربين اللي موجودين دول اللي في اللي هم موجودين في على الساحه، مؤهلاتك ايه؟ تعال قول لي اشتغلت ايه؟ النهارده كله سايح على بعضه. النادي الاهلي ممكن يلاعب فرقه يكسبها 14-0، هو ده كلام؟ الناشئين ام بي يكسب مش عارف 16-0، انا بكسب 12-0 عندي. طب وبعدين؟ لازم يبقى انا احدد المستويات. ده لفايده الكره المصريه، ما فيش كل واحد يشتري اسم نادي او اكاديميه ويخش دوري وبتاع، ما ينفعش. لازم يبقى في تصنيف كبير. نبي في حته المدربين يا كابتن علاء، انا بيلفت نظر ان في دول كتيره في جمعيه للمدربين، زي ما في جمعيه للاعبين المحترفين في جمعيه للمدربين بتختارهم، وهي اللي بتشرف على اعدادهم وتطويرهم وبتديهم الرخصه ومستوياتهم وبتحافظ على حقوقهم في فسخ التعاقدات. يبقى انت عندك كبار المدربين المصريين هنا اساتذه كبار، ليه ما يبقاش عندنا جمعيه للمدربين؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ازاي طوره وازاي حافظ، ازاي يدوا له حقوقه. وانت النهارده انت حاطط المدرب تحت ضغط، اللي هو لو ما كسبش هتمشي. فالمدرب بيعمل حاجات خارج عن الصح عشان يكسب، هو عايز يكسب وخلاص، تمام؟ النهارده عشان انت كده لازم نفكر في ان كل نادي، في انديه بتجيب 6 و7 مدربين في السنه او 5 مدربين في السنه، ما ينفعش. لابد من ان انت ليك كل فرقه في الدوري الممتاز ليها 2 مدربين فقط، عشان يبقى اختيارك صحيح في الاول. لازم تختار صح، ولما تغير تبقى بتغير على اساس وبتفكر هجيب مين يشيلك. لكن تغيير المدربين والحاجات دي كلها هو ده اللي مخلينا في دروب كبير. طب شكل المسابقات، معلش يا استاذ ابراهيم، الكابتن الجوهري مثلا لما كان ماسك كان له راي ان يبقى في مسابقة تحت 23 سنة علشان المنتخب الاولمبي، البي تيم، البي تيم وكان هو بيقول بي تيم تحت 23 سنة، كان يعني كان محددها بكده. شكل المسابقات بشكل عام ازاي نقويها وازاي نعمل لها مراحلها السنية برضه هتلقى اهتمام من حضرتك؟ طبعا ده في مشروعي. النهارده انا بسجل 35 لعيب في الفريق الاول، لابد ان النهارده عندي مسابقة 2003، تمام؟ لازم نبص لها بصه، لان خلاص 2003 العاب اولمبياد السنه دي وخلاص. لابد ان انا افكر، طب العدد اللي ما بيلعبش، طب ما انا اعمل بي تيم اللي هو ثاني يوم المباراه اللي ما لعبش يلعب مباراه تحت نظر المدير الفني بتاعه ويشوف، عشان يبقى دايما جاهز. مثلا زي مثلا الاهلي بيلعب الاتحاد، يبقى ثاني يوم الاهلي بيلعب الاتحاد حسب الجدول الموجود في الدوري الممتاز. يبقى انا عندي فرقه اطلع من الناشئين تحت، ان هم اللي عليهم العين اللي هو يتجرى ويبتدي يلعب في مرحله سنيه اكبر، انا المستفيد. يبقى انا عندي فرقتين. والله يا كابتن علاء انت قلت نقطه مهمه، انا كنت اتمنى ان بطوله يعني او الرابطه تبقى معنيه ان يبقى في مباراه للبي تيم قبل الفريق الاول زي زمان ما كان بيحصل. أيوة. وكان بيبقى حافز للعيبه اللي ما بتلعبش برضه، هي قدام الجماهير وبيشوفوهم وفي نفس الوقت. في تفكيري كانت في تفكيري اللي هم كانوا يلعبوا قبل الماتش يا كابتن عدي، بس لما قعدنا فكرت انا كده لوحدي كده، طب ما هو المدير الفني مش هيتفرج، المدير الفني عمال مركز مع الفرقه اللي هتلعب الماتش، واخد بالك؟ وهيتفرج على لعيبته، اللعيبه مش حدش هيتفرج على لا. عشان كده قلت تاني يوم عشان الجهاز الفني يبقى مسؤول عن الفرقه ويتفرج على فرقته. لكن في نفس اليوم هتبقى صعبه، انا فكرت فيها. طب في ملف يعني طبعا محيرني جدا ولكنه في منتهى الاهميه والخطوره. احنا بنعاقب الانديه اللي بتنتج ناشئين ان انتاجها الغزير ده ممكن يمشي وببلاش، يبقى كل المصاريف اللي عمالين نصرفها مثلا على 30-40 لعيب بمراحلهم السنيه المختلفه عشان ناخد 2 أو 3 لعيبه منهم في النهايه، ما نقدرش ناخد اكتر من كده كل سنه، والا الفرقه هتتغير كل 4 سنين. ف اللعيب اللي بيهرب انا باخد اديوكيشنال رايت، حق تعليمي عليه، يبقى انا اللعيب احسن لي يهرب، ولا ان ده لازم الاتحاد المصري يشوف لي ان اللعيب اللي يعني كيف نعوض الانديه على انتاجها الغزير؟ يعني مش عايز ادرسها دي برضو ولا عايز ادرسها؟ في حاجات كتيره يا كابتن عدلي، انا من خلال الفتره اللي فاتت من خلال سواء كنت في المعين او في زد، شايف في ايجابيات وفي سلبيات لابد ان احنا نقف عندها ونعالجها، واقعد مع مجلس الاداره. واعتقد مجلس الاداره عنده برضو
الحافز اللي هو لازم نشتغل على الحته دي، لان فعلا احنا عندنا مواهب كتير جدا لازم نحافظ عليها، لازم نحط لوائح شديده، لازم نحط نستفيد بالموسم الى اقصى درجه. لابد من ان برضو نراعي ان الولاد وامتحانات ودراسه، لان ساعات بيبقى في ماتشات وبيبقى في الامتحانات شغاله، طب تيجي ازاي؟ يعني ما نقسم الموسم، نقعد نحسب الموسم بحيث يبقى كل ولي امر او كل مدرب او كل اداره عارفه اليوم الفلاني هيتلعب فيها الماتش الفلاني. هو في ملف انا متاكد انك هتهتم بيه، لان دي كانت قضيه شخصيه عندك، اللي هو ملف التسنين. ده كبير، انا مش هسيبها. ما انا مش عايز احرق كل حاجه مره واحده. انا بقول كل ده ليه؟ عشان انا هسجل لك هنا وباذن الله نعمل لك حلقه نهنيك على تنفيذ هذا الكلام. لا ان شاء الله يا كابتن عبد الله، الواحد داخل بحماس ان شاء الله، والناس في مجلس الاداره في الاتحاد ان شاء الله كده نقعد معاهم ونشوف الدنيا رايحه فين، ونتكلم على الاختصاصات، ونهتم باللعيبه، ونهتم بالمدربين، ونهتم بكل حاجه، لان فعلا احنا بلد كبيره تستحق ان احنا نبقى في حته ثانيه خالص. احنا بقى لنا فتره بنقع وبنقوم وبنقع وبنقوم، لكن في فتره بقى لنا فتره كبيره وقعنا مش قادرين نقوم، فلا بد من ان احنا لازم نقوم ونقف على حيلنا كمان، لان بلدنا تستاهل منا كل خير. طيب هل بالنسبه لرعايه الناشئين، وانت طبعا ادرى الناس بالظروف مسابقات الناشئين واللي حاصل فيها وعندك خبره كافيه فيها يا كابتن، هل ظاهره الفرق الاستثماريه اللي بتظلم الولاد اللي هم من اسر مش قادره اهاليها تدفع مبالغ كبيره عشان تتسجل؟ ما تحرقليش، انا هعمل ايه؟ لا انا عايزك تضرب والنبي المشكله الكبيره دي، لانه في اولياء امور بسطاء كتيره بيشتكوا. دي كارثه مش دي كارثه. لازم نحط لها حل. لازم نحط لها حل. وبعدين خلاص بقى دوري الاكاديميات اتاخد، وهيتعمل دوري كبير جدا على طريق سيتي كلاب، تمام؟ فهيبقى دوري ولاعيب طلع له كارنيه وبيلعب دوري، ويعني هيبقى في نشاط، لان طبعا اللهفه وحب كره القدم القاعده وسعت مش زي زمان. زمان ده اللي كان بيلعب كوره ده يبقى يعني مش متربي. فلك دلوقتي النهارده ولي الامر هو اللي بيجيب ابنه، وممكن بيضحي بحاجات كتير جدا. في ناس بتبيع عراض ارض والله. ايوه والله. انا شفت حالات في الاختبارات يا كابتن عدلي. انا يعني مش عايز اقول لك، والله انا كان قلبي بيتقطع. اوحش فتره بالنسبه لي، انا بشوف حالات قدامي يعني بيصعبوا عليا. فاحنا النهارده لازم نستغل اللهفه دي ورغبه اولياء الامور في ان هم الاولاد يلعبوا كوره، ولازم اوزع الاولاد دول هنا وهنا وهنا، دوري هنا ودوري هنا ودوري هنا، واتابع عشان اطلع بمنتج. بالنسبه طيب. للمحترفين تحت السن، انا عندي اقتراح كده اقول لك بيني وبينك بقى عشان ما تقوليش بتحرق. خلاص اكلمك يا كابتن عادل. طيب اخيرا طبعا اول حاجه هتبقى مطلوبه من المدير الفني للاتحاد مشاركته في اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، مش كده؟ ان شاء الله. بقى قعدته ولا لسه ما قعدتوش؟ لسه خالص والله يا استاذ زبيد، لسه خالص. بس في سير القرار طلع امبارح ولسه ما لسه في بيقولوا ان في سي في كتير لمدربين. معرفش والله، لسه هقعد بكره ان شاء الله، هقعد نتكلم كده في حاجات كتير كده وتفاصيل، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. لكن حاليا انا والله النهارده حتى ما رحت، يعني النهارده رحت بس النادي شويه كده عشان برضه اوضب امور، عشان يعني نسلم الامور للنادي، وهفضل بقى ان شاء الله كده الاتحاد في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن، ومتواصلين معاك، لانه فعلا احنا متفائلين جدا باختيارك في المكان ده الحقيقه. الله يخليك، ده من ذوقك والله. وشكرا يا باشمهندس عادل. شكرا جزيلا. يلا بالتوفيق باذن الله، ونأمل كثيرا. شكرا كابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكره، في موقع كان مطلوب حد فني يوضب الشغلانه كويس. هو يملك الشخصيه ويملك الثقافه باذن الله. ما عندوش التجربه السابقه كمدير فني، لكن عنده المعاناه اللي كان يتمنى لاي مدير فني انه يعمل 1 2 3 4، وده احسن واحد يعني انه يجي يصلح الحاجات اللي كان بيشتكي منها بخبراته الطويله في القطاع ده. في عندي ايه؟ قول. بص، اصل انا في ناس كان عماله تقول ايه، توسع في خروج المواهب بره. انا مش شايف ان ده اللي هيرفع المستوى، لكن برضو ما اقدرش اغفل
ان دي قيمه الكره المصريه اللي بقى لها لعيبه كتير بره. شوف هو هقول لك انا بس سيبني اكمل لك اقتراح اتفضل وبعدين هسمع رايك في الموضوع. انت بتسمح بثلاثه؟ لا ما تحددش. ثلاثه اجانب تقصد؟ تحت السن. اه واحد يقول لك ما انت كده بتعطل لعيب مصري. لا طب احل المشكله دي ازاي؟ ان انا اي لعيب اجنبي ادخله اطلع لعيب محترف قدامه بره في دوله اوروبيه محلي. يعني فاهم ازاي؟ عايز اجيب ثلاث لعيبه لازم اطلع ثلاث لعيبه يحترفوا بره من عندي. عايز خمسه وماله؟ طلع قدامهم خمسه يحترفوا بره وحدد له عشان ما يبقاش اي كلام في درجه دوله اوروبيه والكاتوجري في الدرجه كمان. ممكن تبدا من الثانيه وانت طالع. لو قدرت تعمل كده خد بداله. يبقى انت بتشجع انك انت طيب تديله ادفانتج تحت من لعيب اجنبي ولا تضيف له لاعب في القائمه الاولى؟ بنفس المنطق. انت بتديني خمسه. عايز واحد سادس طلع لي، بس ده بقى هيبقى ايه معاييره اعلى. يبقى لو طلعت لي واحد في دوله اوروبيه متقدمه حدد له 8 ولا 10 فرق اوروبيه في الفيرست ليج بتاعها. لو طلعت لي واحد ادي لك واحد زياده. هتشجع حركه الخروج ترانزاكشن انك انت الخروج والدخول وترفع المستوى. ولكن دي لو طبقت ليه بقول لو طبقت من تحت افيد ليه؟ عشان تنزل بالاسعار بقى. ولادنا اللي بيطلعوا بره دول ممكن يبقوا مصدر دخل ايا كان النهارده او بكره. ما انت اللي هتطلعه النهارده ببلاش مثلا هتبقى حاطط في نسب اعاده بيع زي كابتن محمد صلاح. وانا كنادي لما يوما طلع ما هيجيب لك فلوس فانت بتتكلم على الخطط طويله الاجل. الكثير من الاقتراحات لو في نيه جاده احنا نقدر نقعد ونتكلم كلنا مع بعض وهو يشوف ايه اللي ممكن يطبقه من الكلام ده سواء عن طريق الاتحاد او عن طريق الرابطه. بس نبقى عايزين نعمل حاجه. ايوه لو تم هذا الكلام هي دي الاراده مش ده تحديدا يعني ده او غيره. يبقى عندنا امل ان احنا كلنا في مركب واحده وعايزين ناخد بلدنا ونتطور بيها. ده كلام مهم جدا يا جماعه. انا علشان اسهل خروج اللاعبين المصريين للاحتراف في الخارج بالذات في السن الصغيره. اللعيب في السن الصغير في فرصه سهله لتسويقه خارجيا وفي فرصه لتطوير ادائه بره. لما يطلع في سن صغيره تحت ال 20 16 17 سنه اولا هيروح بسعر قليل وشويه وما بقاش فيه مغالاه، بس في مقابل دي احتفظ انا كنادي بنسبه كويسه في عقده بحيث يظل اللاعب الناشئ بره مورد دخل للنادي هنا باستمرار. لو انا كنادي عندي 7 8 10 ولاد في مراحل سنيه بره عندي فرصه انه سنويا في دخل جاي من العمله الصعبه. ناهيكم عن تطور الكره المصريه اساسا افاده للمنتخبات، بس الاصل فيها ان انا كمان انشط حركه الاستكشافات تحت. الكره مليانه مواهب انت هتاخد نص الاقتراح وتتحمس له فيأذي في الاخر. النص الثاني لما اطلع لك لعيب اديني فرص اديني فرص ان انا اجيب واحد في مرحلته السنيه او اصغر من الخارج في مرحلته او اصغر مش اكبر. طبعا كله بتكلم تحت السن. ليه؟ علشان انا كمان اقدر استفيد ماديا من الاجانب اللي اجيبهم دول ما اروحش اتحرك بشكل استثماري. صح فيبقى الحركه دي صحيح هتنزل الاجور هتنزل الرواتب هتلغي احتكار صحيح الوكلاء الكتيره. بالعكس ربما الوكيل ما يغاليش لكن يكسب اكتر لان الحركه هتبقى اكبر بكتير فنسبه تتعوض. لكن اللي احنا ماشيين فيه ده لا ده نوع خطر جدا من الاداره هتقودنا الى سكه. اذا تنشيط القناتين ان انا ادخل عناصر صغيره من الخارج النادي يقدر يستثمر فيها ويستفيد بيها على مستوى الفريق الاول دون اعباء ماليه كبيره مقابل ومقابل انه يطلع اولاد موهوبين من عنده بره يتحولوا ايضا الى مصادر دخل ليهم ولاسرهم وللنادي. اعتقد ملف مهم جدا. اكيد الكابتن علاء نبيل المفروض يكون ده على مقدمه اولوياته. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل اخبار تانيه اخرى نشوف وراءها ايه. اهلا بحضراتكم من جديد. كان من ضمن قرارات اتحاد الكوره في جلسه الامس تعيين محمد يوسف مدربا عاما واقاله فيتوريا. تعيين يوسف واقاله فيتوريا كان خبر مهم او قرار مهم
لاتحاد الكوره، محمد يوسف مدير مدرب عام للمنتخب الوطني الاول انتظارا لتعيين المدير الفني الاجنبي حسب ما ذكر الاتحاد في قراره. ووجه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا بعد مسيره قصيره مع المنتخب. الحقيقه شهدت يا باشمهندس اجماع كبير على ضروره اقصائه. قدم تقرير تدارسه اعضاء مجلس اداره الاتحاد ورئيس الاتحاد، شافوا فيه ما فيهوش اي حاجه تبشر ان الراجل يستمر، يعني الظروف اللي سردها كلها تنتهي عنده هو، يعني يقول لك احنا كنا اكتر فريق عنده تسجيل اهداف في الدور الاول، واحنا اكتر فريق استقبل اهداف، يقول لك الاهداف اللي كانت بتيجي فينا كانت عكس المباريات. طب ما هو الاهداف اللي كنا بنجيبها نتاج برضه ضربات حظ، يعني يقول لك الرطوبه اثرت على اداء اللاعبين وكان بقيه اللعيبه الافارقه مش محترفين هم رخرين. يعني الحقيقه لم يقنع ابدا في اي سبب او تفسير قدمه. هو قدم مبررات ولذلك مش هنضيع وقتنا في الاتفاق على ضروره رحيله. لان احنا من الاول ما كناش مع بقائه. طيب النهارده عايز اتوقف عند اختيار الكابتن محمد يوسف. لان برضه زي ما انتقدت حاجه اشيرت في برنامج الكابتن مدحت الشلبي، لازم عايز اتفق معاه، انا وافقت على حاجه اشيرت في برنامجه. الكابتن مجدي عبد الغني لما هو بيقول له ايه رايك في تعيين الكابتن علاء نبيل والكابتن محمد يوسف، قال كلمه مهمه جدا انا موافق عليها تمام. هو هم ليه محمد يوسف ده ما جاش مع فيتوريا من الاساس؟ انت قلت لي سبب، ايه هو السبب؟ انه حازم امام كان اقترح على فيتوريا حسب ما قال حازم محمد يوسف، لكن فيتوريا شاف السي في بتاعه قال لك ده كبير وده كان يشتغل مدير فني مكاني، ما انا عايز حد اصغر. اذا حاجه ان هو كان مدير فني قلق من السي في بتاع ان يجي له حد محترم، حد كان مدير فني للاهلي واخد دوري ابطال افريقيا. سيبك من احنا لا احنا مش هنزكي الكابتن محمد يوسف، لا هو شاف السي في بتاعه. انا بكلمك على فكر المدرب الاجنبي مش على كفاءه محمد الكابتن محمد يوسف. خلاص احنا كلنا عارفين ان هو اختيار جيد وكف، ولكن انت قلت ايه؟ فيتوريا اعترض. طب النهارده تعالى امام هذا الاختيار، لانه الكابتن مجدي لما قال النقطه دي انا سرحت وعنده حق. انت ليه ما 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 ما, ما عينتوش؟ انت جاوبت. طب افرض النهارده انت عينته ها والمدرب الاجنبي الجديد فكر زي فيتوريا كده، هتمشيه؟ لا طبعا. لا ليه لا؟ طب لما انت تقدر ما تمشيهوش ما اخترتوش ليه مع فيتوريا؟ يا استاذ ابراهيم في معايير مفقوده تفاصيل. انت كان لازم تجيب المدير الفني وتضغط عليه يقبل واحد بحجم الكابتن محمد يوسف، بدليل ان انت هتعمل ده دلوقتي اهو، يعني هتجيب مدير فني. انت جبت واحد حاجه من اتنين، يا جايبه تبيعه لو الراجل اعترض فتقول له مع السلامه وده يبقى شيء غير لائق ويبقى بدايه فاشله طبعا، يا جايبه تفرضه. فاذا كنت تستطيع ان تفرض المدرب المساعد ليه ما فرضتوش؟ يبقى دي من اسس التفاوض. انما انت تبقى مهرول ومريل انك تخلص واي حاجه يقول لك عليها تقول له حاضر وتجيب له واحد بالمواصفات انه يبقى اكنه مش موجود. هذا كلام عبث. ده هو ده جزء من الحساب الواجب لمن اختار هذا الجهاز. انت اذا كان اتقال لك كده يا كابتن حازم كان ينبغي ما تتعاقدش من الاول مع فيتوريا. هو انت عايز واحد نفصله لك انه قعده جنبك ما قالوش راي. طيب اذا كنت انت كاتحاد مش عارف تفرض الراجل ده، ما انت كاتحاد جايبه ليه قبل ما يجي المدرب الجديد؟ كلها حاجات تلخبطك. محمد يوسف مدرب محترم، شخصيه مش صداميه، وفي نفس الوقت كان يستحق انه يكون مدير فني. ما هو ما فيش خلاف. لكن انت القرار اللي خدته هتدافع عنه ازاي؟ انت بتتكلم على عمالين يقولوا لنا هيرفي رينارد. اولا ده كلام مش هيحصل. هيرفي رينارد لو جه مصر تبقى من عجائب الكره. ويا ريت يجي طبعا، نتمناه. راجل عنده كل المواصفات والخبرات. طب افرض هيرفي رينارد جه قال لك ما تفرضش عليا حد، هتعمل ايه؟ هتسمع كلام مش كده؟
او هتصطدم بدري او هتقول له اذا ما كنتش انت قادر تفرض رايك ما تقولوش او ما تعملوش قبل ما تشوف الليله هتمشي ازاي عشان ما تجيبش المدربين تضايقها معاك. انما اتمنى ان يبقى واحد بحجم الكابتن محمد يوسف في اي جهاز خادم، هو ده الصح. طيب جوبون فرير، هنشوف فيديو لجوبون فرير الهولندي المدير الفني السابق للاهلي، والراجل ده كان اشتغل في افريقيا كتير وحضر بطوله الامم الافريقيه وليه راي في فيتوريا واللي حصل مع المنتخب الوطني. نفكركم ببون فرير. هل تابعت مستر بون فرير مباريات منتخب مصر؟ شاهدت كل المباريات، معظم المباريات، وشاهدت مصر وهي تلعب، وأيضا تحدثت لأحد الإعلاميين المصريين وقلت له أن مصر لا تلعب بشكل جيد، لا توجد سرعة في الفريق، لا يوجد تنظيم في الفريق، لا توجد روح قتالية، هذا فريق ضعيف، وهذا ما رأيته من الفريق المصري. أعتقد أنها مشكلة إدارة فنية، لأنه أشرك العديد من اللاعبين المدافعين، العديد منهم، وإذا لعبت بالكثير من المدافعين فإنك لن تخلق فرص. لابد أن يكون هناك توازن ما بين الدفاع والهجوم، أو عدد لاعبي الهجوم وعدد لاعبي الدفاع. لم يكن هناك تنظيم جيد، والتنظيم الجيد معناه أن المدير الفني لم يؤدي عملا طيبا. طيب بهذا المستوى الفني للمنتخب الوطني، ترى فرص تأهله لكأس العالم قوية؟ لابد أن تبدأ في الوقت المناسب في تغيير الفريق، لابد أن تضم لاعبين جدد لديهم بعض السرعة. إذا لم تبدأوا في الوقت المناسب فأنتم متأخرون تماما. طبعا محمد صلاح نجم منتخب مصر كان أصيب بعد المباراة الثانية، لو كنت مديرا فنيا للمنتخب المصري في هذا التوقيت، هل توافق على ذهابه إلى إنجلترا للعلاج أم تصر على بقائه باعتباره كابتن للفريق ولابد من وجوده؟ هذا قرار لابد أن تتخذوه أنتم. أنا أعرف جيدا أنه إذا لم يستطع أن يلعب فليبقى من أجل الدعم. هناك لاعبين نيجيريين كانوا مصابين وكنت أضعهم على مقاعد البدلاء لدعم اللاعبين، ولكن من الجانب الآخر إذا كان هناك لاعب واحد فقط من فريقكم أصيب، حتى ولو كان محمد صلاح، إذا كان هذا اللاعب أصيب ولن يستطيع أن يلعب، وأنكم تقولون أن فريقكم سيء في غياب لاعب واحد فقط، فإن هذا الفريق لا يستطيع أن يكون فريقا جيدا، لأن لاعب واحد لا يستطيع أن ينشئ فريق. صحيح هو لاعب جيد، صحيح هو لاعب هام، وإذا لم يكن محمد صلاح باستطاعته لعب المباريات فهناك لاعبين آخرين، 11 لاعبا آخر يستطيعون أن يلعبوا مباريات جيدة ويفوزون بالمباريات، لأن مصر هي بلد كرة قدم ومثلها مثل نيجيريا. طيب بسرعة عشان احنا بقينا يعني دقيقة ودقيقة ونص. بون فرير لا سرعة، مع ان المدربين ده اللي بيبقوا حريصين وفيهم تحفظ ما يقولوا رأيهم في بعض، ولكن لا سرعة ولا تنظيم ولا روح قيادية قتالية ولا توازن بين الدفاع والهجوم، وفريق ضعيف، المدير الفني لم يؤدي عملا طيبا. عايز تتأهل لكأس العالم ابتدي من دلوقتي. الناس فاكراها ان عشان 9 فرق ونص يبقى الموضوع سهل، انا بقول ربنا يستر. لازم لعيبة لديهم السرعة، انتم متأخرون في الوقت، الحقوا. وبعدين قال كمان في قضية محمد صلاح ما أكدناه هنا، انت يا كابتن ليك دورين، دورك كلاعب فز في الملعب وبره الملعب. انت في الملعب اصبت مش هتلعب، لكن انت ككابتن انت اخترت عشان يبقى لك دور بره الملعب، فانت قصرت في دورك بره الملعب. والذي قصر اكثر منك في حق مصر هو من سمح لك بالمغادره. بس الحقيقه كل الظروف والاسباب تقول ما كانش ينفع فيتوريا يستمر نص ساعه كمان،
لكن المشكلة الكبيرة ما زالت في الشرط الجزائي الكبير قوي في عقده اللي محتاج مراجعة ومحاسبة. بالمناسبة الأمين عمر حكمنا الدولي تم اختياره حكما لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نصف النهائي غدا، وده يؤكد على نجاح الحكام المصريين في الكان عوضا عن المنتخب. يرجعوا يسألوا نفسهم ايه اللي بيحصل لهم في مصر. نيجيريا وجنوب افريقيا عفوا غدا بصافرة أمين عمر. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.